مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير ستروبري توبينج أو ستروبري جليز، يعني صوص لفريز أو جليز لفريز. بكسرولة حجم وسط أو طنجرة صغيرة حطيت نص كيلو فريز مغسل ومقطع لقطع صغيرة. ما بطحنهم لأن ما بدي عصير، بدي إياهم مفرومين. بزيد عليهم تلت كوب سكر عادي، ملعقة صغيرة عصير الحامض، ودوبت ملعقة كبيرة نشا بربع كوب من المي. بحركهم كتير منيح حتى النشا يدوب. بنزلهم على الفريز، وهلأ بنقل الطنجرة على النار. بولع النار على حرارة وسط. بعد ما ولع النار بحرك الفريز، بنشوف انه في عنا سوائل صار مع الفريز. هلأ بس يبلش الغليان رح خفف النار شوي واتركهم يغلوا مع التحريك من وقت للتاني. بلشوا يغلوا مثل ما انتم شايفين، ما بشيل عيني عنهم، دايما لازم حرك لانه عندي نشا، والنشا بخلي ستروبري يلزق اذا ما كنا عم نحرك. خفف شوي النار شي بسيط تحت الحرارة الوسط، ضلني عم بنتبه لهم بالقليلة ربع ساعة. بعد الربع ساعة منشوف شو وضعهم. هلأ رح اطفي النار هيك ببينوا بعد مرور ربع ساعة من الغليان. صرنا شايفين كثافة وسماكة بالجليز. هلأ بنزلهم على المصفاية. بالملعقة بحرك حتى الجليز ينزل من المصفاية وبيبقى فوق بس قطع الفريز، الفريز المفروم المطبوخ. هيدا الصوص او الجليز بتركه حتى يبرد كليا، بعدين دخله على البراد. بالبراد بيرجع بيجمد اكتر، ولازم نستخدمه بارد. نزيده على الفريز الطازة فوق الكيك، فوق الايس كريم، فوق البانكيكس، فوق اي نوع من انواع الحلويات اللي منزيد عليها الفريز الطازة. ممكن اقطع حبات الفريز واخلطهم مع صوص الفريز وزين فيهم اي وصفة بدي اياها. وممكن حط الفريز على اي نوع من الحلو وزيد بعدين فوق الفريز صوص الفريز. كيف ما اخترتوا تشتغلوا وكيف ما حبيتوا تزينوا حلوياتكم، صوص الفريز او ستروبري توبينج ستروبري جليز رح يعطي شكل وجمال كتير حلو للوصفة وطعمة اضافية طيبة كتير. اهم شي بعد ما نحضر الصوص نتركه حتى يبرد بحرارة الغرفة كليا، بعدين مندخله على البراد حتى يجمد كتير منيح ويصير سميك وكثيف ونقدر نشتغل فيه من دون ما يكون رخو ومرق. يعني من الافضل انه نترك الصوص بالبراد يوم كامل قبل ما نستخدمه. بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم.